الإجهاض في المغرب، والإجهاض السري على الخصوص، وغالبا ما تتكون عنده مضاعفات خطيرة، مضاعفات مميتة. أنه النصح الوطني اللي جرينا في وزارة الصحة 2010 4.2% من وفاة الأمهات هو يعني السبب ديالها هو الإجهاض. ثانيا، القانون المغربي اللي تعاقب الإجهاض هو قانون مجحف، هو قانون جد متشدد، هو قانون قاسي، هو قانون متجاوز، لان ما تتلائمش مع الوضعيه الاجتماعيه التي يعيشها المغربيه والمغاربه في هذا الوقت هذا، واللي قانون اللي خص استعجاليه تعديله. فوزاره الصحه غادي تقدم واحد المقاربه لمعالجه الاشكاليه ككل بطريقه شموليه، ماشي بطريقه قانونيه محضه فقط، لان تغيير القانون بوحده ما غاديش يحل هذه المعضله. هذه المقاربه ديال وزاره الصحه ترتكز على ثلاثه محاور. المحور الاول هو وقائيه، المحور الوقائي هو التربيه الجنسيه والانجابيه. المحور الثاني هو لاول مره في تاريخ المغرب هو تمكين وتسهيل الولوج ديال النساء والفتيات اللي وصلوا للاجهاض باش المستشفيات تكفل بهم بالمضاعفات ديالهم. هذا حق من حقوق الانسان، ففي هذا الوقت اللي تنعيشوا فيها ما يمكنش نسمحوا لنفسنا انه فتاه غير متزوجه وصلت الاجهاض وتموت مضاعفه الاجهاض ونقولوا لها سيري تموتي ما نتكلفوش بك حيت ما مجوزاش. هذا غير مقبول، حق من حقوق الانسان. واخيرا المفارقه، يعني المقاربه ولا المحور الثالث هو القانون، تعديل القانون، وهذا لابد احترام قيم المغاربه الاجتماعيه الثقافيه الاخلاقيه والدينيه.